تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور لقادة وضيوف مجموعة الـ20 وهم يزورون النصب التذكاري لغاندي في الهند، ولم يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في الزيارة التي قام بها قادة وضيوف مجموعة الـ20 حسب ما أبانت الصور. وأظهرت الصور التفاف قادة وضيوف مجموعة الـ20 حول النصب التذكاري لغاندي، ثم قاموا بالوقوف دقيقة صمت أمام الضريح. وضمت قائمة قادة وضيوف مجموعة الـ20 الذين التفوا حول ضريح غاندي كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي ماكرون، ووزير خارجية روسيا، ورئيس وزراء الهند وغيرهم.